ايه اللغات الاجنبيه اللي بتاثر على اللهجات الخليجيه؟ فيديو جديد من دنيا اللغات، يلا نبدا، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم كل متابعي قناه دنيا اللغات، كل محبي تعلم اللغات حول العالم، اهلا وسهلا بكم في قناتي. انا محسن وهنا بنتكلم عن اللغات. النهاردة معانا فيديو جديد هنتكلم على اللهجات الخليجية وازاي اللغات الأجنبية أثرت فيها. اللهجات الخليجية هي زي اللهجة المصرية وزي اللهجة السودانية اللي اتكلمنا عليها قبل كده، مر فيهم فترات تاريخية معينة فبالتالي تأثروا باللغات الأجنبية. اللهجات الخليجية طبعا هي لهجة المملكة العربية السعودية، الإمارات، قطر، عمان والكويت والبحرين، كل اللهجات تعتبر متقاربة بينها وبين بعض، لكن في أكيد طبعا بعض الاختلاف. ففي بعض اللغات أثرت على اللهجات الخليجية بشكل عام، وده اللي احنا هنتكلم عليه في الفيديو ده. من أكثر اللغات تأثيرا في اللهجة الخليجية هي اللغة الفارسية. بحكم وجود إيران أو بلاد فارس بجوار بلاد الخليج، فبالتالي حصل تبادل وتأثير مشترك. يعني في اللغة العربية بعض الكلمات في اللغة العربية موجودة في اللغة الفارسية والعكس صحيح، ففي كتير من المصطلحات أو الكلمات الفارسية موجودة في اللغة أو اللهجات الخليجية. من الكلمات دي كلمات مشهورة زي كلمة بس، ودي موجودة في اللهجة المصرية أيضا، يعني أسكت. في عندي كلمة خيش أو خيشة، ودي معناها كيس من القماش. وفي كلمات أخرى زي كلمة دستة، دستة يعني حزمة، غرشة يعني زجاجة أو إزازة، ودي من الكلمات الفارسية اللي موجودة. كمان عندنا كلمة خردة، وخردة تعني في اللهجة الإماراتية وبعض اللهجات الخليجية الأخرى يعني نقود معدنية. ده بالنسبة للغة الفارسية وهي الأكثر تأثيرا في اللهجات الخليجية. ثم نأتي بعد كده إلى اللغة الهندية. اللغة الهندية بحكم التجارة اللي ما بين شبه الجزيرة العربية والهند فترات بعيدة في الماضي، وبحكم وجود عمالة كبيرة من الجاليات الهندية والباكستانية في دول الخليج، فبالتالي اتنقل لدول الخليج بعض الكلمات اللي موجودة في اللغة الهندية واللغة الأردية وهي لغة باكستان وبعض المناطق في الهند. ومن أمثلة للكلمات دي اللي موجودة في اللهجات الخليجية عندنا كلمة بيزات. كلمة بيزات بتستخدم في بعض المناطق في الخليج وتعني فلوس أو نقود، وهي ترجع لأصل عملة هندية اسمها بيزا وجمعها بيزات. في عندي كلمة تانية مشهورة برضو كلمة سامان. سامان دي كلمة هندية بتعني أغراض أو أمتعة، ودي بتستخدم في بلاد الخليج. وعندي أمثلة لكلمات كتير موجودة من اللغة الهندية موجودة في اللهجات الخليجية. في بعض طبعا اللغات التانية اللي أثرت على اللغة أو اللهجات الخليجية، ومنها كلمة تركية على سبيل المثال، كلمة شرشف. شرشف يعني غطاء السرير، ودي كلمة كردية ومنتشرة في دول الخليج. وفي عندي كلمة يونانية يعني قرطاس، وقرطاس تعني الورق. قرطاس كلمة يونانية تعني الورق. وبالتأكيد في أكثر من 30 أو 50 سنة اللي فاتت أثرت اللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية وتحديدا الأمريكية، على مجتمعات كتير حول العالم، ومنها بالتأكيد دول الخليج، بما إن العمل موجود كتير وشركات البترول ومنفتح على شركات كتير، فبالتالي
طبعا أثرت بعض الكلمات الإنجليزية أو تكاد استخدام البيزنس أو في الأعمال التجارية استخدام اللغة الإنجليزية، فأثر بشكل كبير وجات بعض الكلمات اللي موجودة في اللغة الإنجليزية أثرت عليها. فأحيانا نجد في اللهجات الخليجية كلمة charge أو charger يعني الشاحن، وعندي كلمات زي سيكيور اللي هي أصلها إنجليزي يعني يؤمن، وننتقل لكلمة يسكر، وهذه مرتبطة بهم موجودة في لهجات تانية، وعندي الكثير من الأمثلة الإنجليزية اللي موجودة في اللهجات الخليجية زي ليت، وليت المقصود بها لايت يعني مصباح كهربائي، وعندي كلمة أخرى اسمها واير، ودي تستخدم أيضا في دول الخليج على مدى اتساعه وتعني الكابل المعدني أو السلك المعدني. ده كل المعلومات اللي كانت موجودة عن الخليج. لو عندكم أي أسئلة عن بعض الكلمات أو تكتبوا بعض الكلمات الخليجية في الكومنتات أسفل الفيديو، برحب بكم في قناتي وشكرا لكم، وأتمنى تكونوا استفدتم واستمتعتم. ما تنسوش اللايك والشير، وما تنسوش تشتركوا في القناة لو بتشوفني لأول مرة، وأهلا وسهلا بيك في قناة دنيا اللغات. إلى اللقاء، باي باي، مع السلامة.